بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. تركيب الدم. الدم هو عبارة عن سائل أحمر يتكون من خلايا دموية تتمثل في الكريات الدموية الحمراء والكريات البيضاء، إضافة إلى الصفائح الدموية. تشكل نسبة تقدر 45% من حجم الدم، أي أن هذه المكونات تأخذ هذه النسبة. تسبح كل هذه المكونات في سائل أصفر يدعى بالبلازما، ويعرف كذلك بالمصورة. المصورة تأخذ نسبة وتشكل نسبة تقدر ب 55% من الحجم الكلي للدم.